المسمى الوظيفي اللي انا موجود فيه دلوقتي في البنك بتاعي بتعرض لمواقف كتيره جدا 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 مع زمايلي في الشغل. انا بشتغل في بنك قوامه تقريبا 17,000 موظف. الديبارتمنت اللي انا بشتغل فيه احنا الدور الحقيقي بتاعه هو ان هو ينكش الناس، يطلع المهارات والقدرات اللي موجوده فيهم ونحاول نساعدهم ان هم يحققوا احلامهم في الكارير المهني. فبنتعرض لقصص كتيره جدا جوه الاسسمنت سنترز بتاعتنا، لما بنقعد في مراكز التقييم عشان نقيم موظف على درجه ترقيه معينه، او بنتحرك معاه في ديفلوبمنت تراك معين عشان بروموشن او عشان سكسيشن بلاننج، او عشان هو محطوط في كارير ريليتد للتالنت مانجمنت. الحقيقه بنشوف حاجات كتيره جدا ما كناش نتخيل انها تبقى طالعه من الموظف ده. فكرتي هو ان انت الحد الوحيد اللي يقدر يايدنتيفاي السترانسز والويكنسز بتاعته، ومفيش عيب ابدا ان انت يبقى عندك ويكنسز وتعمل لها هايدنج وكمان تبرز السترانسز. والنيو ساينس دلوقتي في الليرنينج اند ديفلوبمنت حتى اللي احنا بنقولها للناس ان اتس نوت ذا تايم ان انت تقعد سترانس الويكنسز بتاعتك، لا اتس تايم ناو ان انت تفوكس اون يور سترانسز وتشتغل عليها عشان ما تضيعش وقت وتاخد وقت اكتر في ان الويكنسز دي، لان الويكنس ده لو كان اتيتيود معين اقدر اشتغل عليه، لان ده سلوك، السلوك بيتغير وده طبيعي. انما لو كان بيهيفير، البيهيفير ده طبع، دي حاجه بتبقى جوه البني ادم. يعني لو انت عندك سلوك العصبيه اقدر اشتغل عليها معاك واقدر انميها فيك ان انت ما تبقاش شخص عصبي، وازاي هاو تو كنترول يور انجر. لو انت طبعك اصلا شخص نيرفس والنيرف بتاعك عالي، انا مش هقدر اغير الطبع ده. لكن الشطاره هو ان انت تكتسب مهارات جديده تبين للطرف التاني او للشخص اللي بيقيمك او الشخص اللي عايز يختارك معاه في الشركه بتاعته او الشخص اللي بيرقيك، تقنعه، تقدر تقنعه بالمهارات المكتسبه دي ان انت فعلا تستاهل الحاجه دي. لو انت بتحلم وعندك حلم ان انت تحقق حاجه في الكارير المهني بتاعك وعايز فعلا مساعده وعايز سبورت وعايز تسمع تجربه شخص فشل في حياته كتير جدا عشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، انا هبقى موجود معاك في كارير 180، هسمعك حاجات كتير جدا جدا ممكن تبسطك وممكن تضحكك.